يعني ما كان حتى أمل حتى نفس ما كانش أمل يعني يعني شوف أنا شكل ما دخل تحت الباب وبدي تخسبوا ما ما دخل هنا على شكل ما هذا الحذاء تاع المرحومه زوجتي هذا الحذاء نتاعها هنايا وين حبينا كي هربنا من الدخان اللي كان قاطع للتنفس حليت هذه من هنا وخرجت بنتي من هنا جات حليت على الباب جات من هنا دخلت هي ليه وانا من هنا ومرا من هنا ثم باش نتنفسوا برك باش نديو التنفس تاعنا هنا وما قدرناش يعني نقاوموا الدخان اللي قطع لنا النفس تماما راك شوف زي ماش جاو الجيران يعني حاولوا بقدر ما استطاع يعني الناس عاونت وليه هاك شوفوا الدخنة وين شوفوا ذي باش شوف يعني جريمة أكثر من جريمة تاع اللي داروها النووي خاطر مش هذيك تجربة وهذه داروها فينا حنايا سما الناس هذوما ما فهمناش حنايا واش يقصدوا ما فهمناش واش قالوا علاش عملوا الشيء هذايا كيفاش يجيو للناس انا خاطيينهم يحرقوهم كيما الناس انا اسمي قول شادي بيت هذه تاع الرياضيه امال تاع الرياضيه امال في رياضه الكاراتيه تدرب وترقد هنايا عندها اخت وسيله هنايا بس معها هاك شوف زي ماش ها من الزواج تاعها شوف كيما حازمينها شوف هاك شوف شوف لاكور ها شوف صور هذه صور هذه شوف ها كيف زين ما شوف في حاله الله يستر فوق راسك ناصر شو الليستر فوق باش الدعم الاسره تاعي لانها لاني اكشف في كيفاش فقدت زوجتي عندي بناتي في الرعايه المركزه انا هاكم قاعدين نشوفوا فيا اني كنت على وشك اني كنت غلط واحد نقط مسكين من هنا وانا والله هوني مسكين ضرب برجليه هكا في اللوب شفته شكون اللي قاعد يجير شفت شي شوف شي تعال تعال الله قد لي شويه تشوف قدام والله غاب مسكين اقسم بالله سنة بابا سنة يعني هنا اروح انا تحت الارض حتى الكوزينة يا ناصر عندك واحد